رمضان شهر البدايات الجميلة، نرجع نكتشف غلاوة العيلة اللي معاهم راحة البال، ويبغى لهم طولة بال. 30 يوم ننجز فيهم المهم ونلتفت للأهم. في رمضان نبدأ نشعر من جديد بقيمة الأصحاب، بنعمة الأهل، بمتعة العطاء والامتنان لوجود أحبابنا. ليش ننتظر رمضان لنبدأ؟ ليش نوقف بعد ما نبدأ؟ ابدأ ولا توقف أبداً. رمضان جميل.